ما حكم استعمال المراهم والدهونات لتبييض البشرة أو لإزالة حب الشباب والتشوهات؟ أما الأول فلا، أي لا تستعمل شيئا يتغير به لون الجلد، لأن هذا أشد من الوشم الذي لعنت فاعلته. وأما إزالة حب الشباب وما أشبهه فلا بأس، لأن هذه معالجة مرض، ومعالجة المرض لا بأس بها. فهناك فرق بين ما يقصد به التجميل وما يقصد به إزالة العيب، فالأول ليس بجائز إذا كان على وجه ثابت، والثاني جائز. نعم.